هذا يا شيخ إنسان يريد أن يصلي السنة، إيش؟ إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسأل عن ذوات الأسباب، يريد أن يصلي سنة بنيتين، مثل مثلا سنة الوضوء وسنة الظهر، إيه، وكذلك تحية المسجد. نعم. هل أن يجمع ثلاث بنية؟ القاعدة في هذا أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى، لكن ما قصدت بعينه لا يكفي عنها ذات السبب. مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، الآن أمامه شيئان وهما سنة الوضوء وراتبة الظهر، صلى بنية راتبة الظهر، نقول أنا حصل المقصود، صليت الآن ركعتين. تحية المسجد أيضا سنة، فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر، نقول حصل المقصود، لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة، لو نوى سنة الظهر لم تسقط الراتبة. نظيرها الوداع الآن، الوداع وطواف الإفاضة، لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع، إيش؟ لم يسقط طواف الإفاضة، ولو نوى طواف الإفاضة سقط طواف الوداع.